ضيفنا هلا مشاهدينا هو التنار لبناني امريكي عايش حاليا بمدينه نيويورك، واقف على ابرز المسارح بالعالم بامريكا باوروبا وبالعالم العربي، وعلى مدى 14 سنه شارك بعدد من اهم الاعمال الاوبراليه العالميه، واخر عمل له هو استعراض خاص له عم بقدمه على مسرح برودواي العريق. راح يخبرنا عنه ونحن حبينا نتعرف عليه اكثر. التنار اللبناني امين هاشم، هاي رنا، كيفك؟ صباح الخير واخيرا زبطت. واخيرا زبطت، شرفتنا. نحن حبينا نستفيد من زيارتك على لبنان حتى تطل معنا بالبرنامج، حتى يتعرف عليك اكثر جمهور الام تي في الموجود بكل انحاء العالم. هلا اسمك صار معروف بامريكا وبعد الدول الاوروبيه واكيد بعد الدول بالعالم العربي، ولكن عم نسمع عن اعمال كثيره شاركت فيها بالسنوات الاخيره وبالاخص اخر عمل لك على مسرح برودواي العريق اللي بيبقى حلم كل مغني، مش بس مغني اوبرالي، كل أنواع الغناء. هلا وسهلا. هلا فيك. I'm so happy to be here. أول شيء، ثاني شيء، أول شيء أنا جيت على لبنان لارتاح، لأنه كان صار لي فترة 2015-2016 كانوا كثير ضغط علي. سو صار لي، رح يصير لي شهر هون، جاي فيكيشن شوف أهلي شوف أصحابي. قد إيه غبت عن لبنان هالمرة؟ بتعرفي انا بجي كثير، يعني بجي على كريسماس، بجي هيك جمعتين، بجي عدة مرات خلال السنة، بجي عدة مرات خلال السنة اشوف اهلي، مرتين تقريبا بالسنة. بس هلا هيك حاسس انه عن جد مرتاح، لاول مرة بجي على لبنان برتاح نفسيا وصوتيا. ريحت صوتك كمان؟ مور اور ليس، مع انه حاولوا يستغلوا وجودك حتى يسمعوا صوتك، ولكن بس هيك انه حسيت انه اي نيد بريك هالصيفية. اليوم ما في بريك، اليوم بدنا نحكي عن الأعمال اللي قدمتها على مدى 14 سنة. بدي أرجع للبداية، كان عمرك 5 سنين بلشت تغني، هالجو الفني كان موجود عندكم بالبيت؟ بعرف في عدة مواهب فنية عنده، أو أنت حسيت أنه والله أنا عندي صوت حلو بدي أغني؟ بتعرفي على طول بنسأل هالسؤال وبس فكر هيك، او يمكن كومبينيشن، مزيج بين الاثنين. هي كومبينيشن. بتعرفي بيكون كان شيء كثير غريب اذا ما بعمل شيء اللي انا هلا عم بعمله. يعني ربيت ببيت موسيقي بامتياز، يعني اللي اذا بيجوا الناس لعنا بيشوفوا انه كيف الناس المقربين منا بيعرفوا كيف الاجواء. كنا على صغر انا وخيي اثنيناتنا، اثنيناتكم بتغنوا؟ اثنيناتنا بنغني بس كل واحد اخذ طريق يعني بالكارير تبعه. كل يوم كنا على موسيقى، على بالميوزيكلز، ديزني، ثري تانرز، ألفيس بريسلي، كل شيء ويسترن، الويسترن كلتشر كنا مشبعين منه من صغار، من وراء بي وامي، وخاصه بي لانه هو كان كمان موسيقي. كان يدق لنا كل يوم بيانو، ما نقبل ننام، عدة آلات موسيقية كان يدق بيانو وأكورديون وكان يغني. ما كنا نقبل ننام فما في مهرب من الفن، ما في مهرب حتما. وهن دفشونا كثير، بلش علمنا أول شيء هو بيانو على عمر، بلش ب5 سنين، بعدين انتقلت على الكونسرفاتوار بلبنان على عمر 7 سنين، كنت أنا وخي اثنيناتنا أصغر تلاميذ. غناء شرقي؟ نو، بيانو. بيانو؟ بيانو. عزف؟ عزف على البيانو. و بعدين خلص مثل واحد الشغله مثل فتشت، يعني كلها مثل ما قلت انت كومبينيشن قصص ودوني للخيار اللي كان شبه واضح. احسن ما اقول صحيح انه الاجواء الفن موجوده بالبيت، ولكن شو اللي بيخلي شاب بعمر صغير يختار الغناء الاوبرالي؟ انا كنت اكسبوز لكل، خاصه بدوله مثل لبنان وبمنطقه مثل الشرق الاوسط. صح، هو بعد ما نحن مشبعين كلتشرلي سبيكينج بالاوبرا، بس لانه جو البيت تبعنا كان هيك. يعني انا ما كنت كثير اسمع موسيقى شرقيه بالبيت، كل شيء غربي من البوبيل من ال 1920s لل 90s اذا بدك، الفتره الربيع انا فيها بلبنان، ال 90s الربيع فيها، كل هالميوزك كنا نسمعها اللي هي ويسترن ميوزك، ان كان كلاسيك ان كان بوبيلار الى ما هنالك. سو هذا هو الاكسبوجر اللي انا كنت بس نوضح للمشاهدين امين انه انت مش بس بتغني اوبرا، انت بتغني انواع موسيقيه عديده والوان موسيقيه عديده، وبتقدم عدد من الاستعراضات الموسيقيه. انت صار لك 5 سنين عايش بامريكا، والساحه الاوبراليه الغربيه صعب كثير انه الفنان يخترقها، كيف قدرت تتواجد على هالمسارح المهمه بفتره تعتبر قصيره لمغني اوبرا؟ قبل ما اترك انا، قبل ما اروح على امريكا، رحت على المانيا، كفيت اختصاصي العالي بالاوبرا.
وصلت لمرحله بحياتي بدي اخذ ديسيجن، لانه كنت عم غني ديفرنت ستايلز، وبتعرفي اللي بيغني كذا ستايل كمان بيكون بحس حاله هو ديب داون انه ما عنده ايدنتيتي مزبوط، صح، في خطر انه يضيع كمان، صح. سو هيدي كانت انا struggle، خاصه اذا برع بيك عده الوان، مزبوط، وهيدي كمان struggle للارتست. انا كثير كانت اتليست لالي انا من ميلتي كنت عم حس بانه في عندي باشن للاوبرا، بس بذات الوقت انه انا لبنان ما في محل قدر اوصل له، ما في مسرح هون، ما في مسرح اوبرالي لو حد يعمل كارير شرعيه بالاوبرا. خليني اتوقف عند هالنقطه بما انه ذكرتها، كنت حابه احكي عنها بعد شوي. بالرغم من الايماج اللي عندها اياها الموسيقى، موسيقى الاوبرا او غناء الاوبرا، جلامر وشغف وتمييز، انت بتعتبر حالك سجين لصوتك والتزامك لهالفن، ليش؟ سجين هي it's a blessing and a curse، نعمة ولعنة بذات الوقت، لأنه واحد بس مبسوط فيها، مبسوط بهالسجن، لأنه أنت لبناني بتغني أوبرا أبداً ما لها علاقة، لأنه جمهوره منه يمكن جمهور كتير واسع، أو لأنه هالقد في منافسة، ففي عدة أسباب، في عدة أسباب، لكن الموسيقى ما لها جنسية، الموسيقى هي لكل العالم، بس واحد بده يختار هالنوع الموسيقى بده يكون كتير disciplined، يعني في عدة قصص بيتخلى عنها، الواينينج والداينينج والسوشيالايزينج قبل كونسير ممنوعين، يعني التزامات كثيرة، في التزامات كثيرة وتنازلات 100%، بس هيدا الشيء في سيلف ساتيسفاكشن، لأنه بيجيب لك ريورد كثير عالي على تعبك، وعلى قد ما بتكوني أنت عم بتحطي إفار رح تلاقي نجاح بمحل معين. سو هيدا كله بينسيه الواحد، قد ايه واحد بيضحي وبيفكر بهالقصص، بس يلاقي الفروت تبع نجاحه، ثمار نجاحه، بتكون عن جد ورث ات. ما بتندم على هالقرار يعني انه اخترت ما في، ما بتخيل حالي عم بعمل شيء ثاني بحياتي. ما جاوبتني كيف قدرت تخترق الساحه الغربيه اللي فيها كثير منافسه بالغناء. كنت عم بعمل لك هلا عن ستراجل، هيدا ستراجل للايدنتيتي، بين لي بعدين انه لازم اتبناه، لانه وصلت لمحل بكاريرتي عم غني ديفرنت جانرز، وكان الاحب على قلبي هو جانر الاوبرا، ومشان هيك كفيت فيه وتمرنت فيه، وصرت اخذ ادوار بمسرحيات من فيردي، بوتشيني، دونيتساتي، اتسترا. سو كيف لعملت هالشو هيدا على برودواي اللي هو انت عم تسميه خرق، هو فكره اجت مني من قصه حياتي، يعني كل هالتنوع بالستايلز خلق لي شو سميته From the Mediterranean to the Americas. عم نحكي عن أول عمل استعراضي لأمين هاشم، صح. عمل خاص له على مسرح برودواي العريق بعنوان From the Mediterranean to the Americas. اللي نوعا ما بيحكي قصة مشوارك الفني. مشواري الفني 100%، من الستايل البيج باند تبع 1920s للنابوليتان للفولكلور الروسي للكلاسيك. هون انواع موسيقيه مختلفه، مش بس الغناء الاوبرالي، صح. يعني عم تبرز مهاراتك الصوتيه والغنائيه 100%، بس هذا بيطغى عليه الطابع اللي بسموه الكروس اوفر، اللي هو الكروس اوفر از كلاسيكال ارتست، هلا الديفينيشن هي الكلاسيكال ارتست، عم بغني عده جانرز بطريقه كلاسيكيه، هلا الارينجمنت كيف بتكون هون السر فيها. بدنا نحكي اكثر عن هالعمل، ولكن خلينا نشوف نحن والمشاهدين مقطع من From the Mediterranean to the Americas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas que lucevan le stelle. E yo
dolcezza alla terra stride all'uscio dell'orto e un passo sfiorava l'arena entrava la fragrante di stare lassù nel blu dipinto di blu felice di stare lassù con te oh bessame ai bessami muscio come si può questa roce la ultima vez bessame ai bessami muscio. Hold me, my darling, and make all my dreams come true. يعني أمين حتى بالريجي استمتعوا بهالاستعراض لدرجة أنه ما حبوا يوقفوا ولكن في عنا أشياء كثيرة نحكي عنها. شو الأصداء لغاية اليوم؟ بعرف أنه راح يتم تمديد هالعرض ل 2017 مزبوط من وين بتجي معلوماتك؟ خبروني ولو بنت نيويورك. الشو I was so happy أنه لقى كثير ضجة يعني الأوبرا كريتكس والبرودوي كريتكس كثير حبوه ونشر الشو تبعي بالام جي ام جراند بديترويت ورجعت رحت فيه على الاندرو ميلون اوديتوريوم بواشنطن دي سي وهلا عندي بديسمبر برجع ببلش عرضه بنيويورك. يعني تنقلت فيه من مسرح برودواي من وراء خاصه الاصداء الايجابيه من نقاد الاوبرا موسيقى الاوبرا ونقاد الفن بنيويورك وبنعرف قد ايه صعب انه تنال اعجابهم. الاصداء كانت كثير حلوه. تنقلت من مسرح برودواي على ديترويت وكمان راح تكون راح ترجع هلا على نيويورك بديسمبر ستارتنج ديسمبر من سنة جديدة بناخذ بريك بجانفيي وبرجع I'll resume بفبراير. شفناك بأنواع موسيقية وغنائية مختلفة ولكن عنوانه بيبدأ مع From the Mediterranean. في شيء شرقي؟ شرق أوسطي؟ في شرق أوسطي في بحر متوسطي. بس شرق أوسطي بعدين الوقت رجعت طورت الشو لأنه بلشت فيه ورجعت طورته. يعني هل نقلت شيء من لبنان من تراثنا من هويتك اللبنانية بهالعمل اللي عم بنشاف على خشبة 100% عريقة مثل 100% مثل برودواي؟ I infused آلات موسيقية شرقية ب let's say Sicilian folk مسميها اسمها أبالاتي. طلعت بتاريخ الغنية إنه Sicilians كانوا محكومين من العرب بفترة من الفترات لقيت إنه بيلبق عليها التام تبعها يتشرق so to speak وكثير نجحت. على راد رح تنزل على الراديوز بأمريكا سو كثير محمس لهالبروجي وهيدا انكلودد كمان هالغنية بالشو تبعي وكانت it was successful thankfully. أمين كمان من المسارح العريقة اللي حابب أو عم تحلم توقف عليها وتأكد الخبر أنه بالفعل راح تقدم حفل بهالمكان على مسرح كارنيجي هول من أعرق المسارح الأوبرالية بالعالم. شو راح يكون هالحدث وشو أهمية المشاركة فيه؟ أنا سبق وعملت هيك إذا بدك مشاركة صغيرة بالكارنيجي
بس هلا صار وقت يكون كونسير لإلي و I'm so happy إنه راح تصير ب spring الجاي بربيع 2017 أوبرا؟ إيه شو كونسير أوبرالي pure classical purely classical basically وكتير محمس عليه أكثر من هيك هلا يعني في حماس في تحضير كتير وفي satisfaction إنه راح يصير كمان عبر ال 14 سنة اللي صار لك بتغني فيهم شاركت بالأدوار الرئيسية بأهم الأعمال الأوبرالية لترافياتا توسكا لبوام كارمن فانتوم أوف ذا أوبرا وكتير غيرها الشهر القادم بأيلول راح تشارك بحدث كتير مهم بعالم الأوبرا وهو تكريم الميتسو سوبرانو روزاليند إلياس شو أهمية المشاركة لك بهالحدث وخبرنا عنها هي شوي Rosalind Elias, he is one of the greatest mezzo sopranos in the 1950s and 1960s by the Metropolitan Opera House. He was Carmen, the main Carmen, the main one. We're talking about the 50s and 60s in opera. Carmen, the most famous. Yes. And all the main roles for mezzo, but he was, ينطروها تعمل كارمن وكانت تعطول فول هاوس وكانت العالم أيام كان بعض الكالتشر الأوبرا كتير قوي بال 1950s 60s كانت العالم تنطر على البواب لتشوفها ومغنية مع أبرز تنرز بالتاريخ بوقتها كان الجولد كانوا يسموه الجولدن ايج at that time so اختياري لأنا كون الأشخاص اللي عم بيكرموها وكون أنا عم دون جوزي يعني اللي هو lover تبع كارمن هيدا satisfaction اللي كنت عم تحكي عنه هيدا بحد ذاته satisfaction وقال له رهبة كتير كبيرة يعني أول ما نعمل الأوكي بلش الستريس وبلش الهم بس بذات الوقت في فرح مشان هيك عم قل لك أنه عطول كل decision واحد بياخده بهالكاريير إلو سيف ذو حدين إلو بسط وإلو خوف في تحضيره في القلق كمان قبل الحدث في القلق في الريورد من بعدها إذا عملت شغلك مثل ما لازم 100% 100% بدنا نشوفك أمين بأوبرا لا ترافياتا هيدي كانت اجواء التمارين من لا ترافياتا الاوبرا ما بتتصور هالقد قريب على المسرح هيدي الدريس ريهرسل كانت بال 2014 بجون ما بنسيها لانه كانت عن جد it was a memorable experience مع كل الكاست ممبرز وهيك الاوبرا itself unfortunately ما بتتصور ممنوع على المسرح
بس منيح اتليست في عنا فينا نصور دريس تحضيرات. بدي كمل جولتنا على الاحداث المهمه اللي شاركت فيها بهالكم سنه اللي مرقوا. السنه الماضيه محطه كثير مهمه، شاركت بتكريم الشخصيه الوطنيه البارزه والمفكر اللبناني الدكتور شارل مالك بحفل تكريم بمبنى الامم المتحده بنيويورك. كلبناني وكمغني اوبرا، شو كان شعورك بالمشاركه بهالحدث المهم؟ كان شعور خاصه انه المكرم هو لبناني. بتعرفي دكتور شارل مالك من زمان يعني كنا نقري بكتاب التاريخ، يعني وقت اول ما نبلش السيفل اديوكيشن او الهيستوري تبع لبنان من اول الاشخاص اللي بيذكرون انه من رجالات التاريخ هو شارل مالك. سو لا انا كرمه لشارل مالك الاتصال كان مفاجاه لك. صح صح. سو كان هو التكريم شارل مالك والينور روزفلت اللي هي كانت مرت اف دي ار وقتها، هن اللي عملوا شارع حقوق الانسان. صحيح. سو هي كانت العيد السبعين، كانت الذكرى 67 67 انت اشطر مني بالقصص. سو كانت هالذكرى تبع نشوء الدرافتنج تبع شارع حقوق الانسان. و يعني ما نقوا حدا يغني عربي، بدهم اوبرا. يعني هذا كان نوع من التكريم لإلك كمان امين. مش تكريم لإلي، ما بستاهل. انا عم كرم كانت شخص هالقد عمل شيء للهيومانيتي صراحه. و ات واز ساتش ان اونر، عن جد من كل قلبي عم اقول لك ات واز ساتش ان اونر انه اكون موجود بهالايفنت وعم غني لشخص عمل هالقد مش بس للبنان، للعالم، لحقوق العالم والانسانيه، حقوق الانسان. بهاللحظه امين بتحس انه بتقول لحالك انه واو انا عم بعمل شيء مهم؟ يعني هون التوتال ساتسفاكشن اللي بيسعى له كل فنان بيطمح مش بس للشهره والنجوميه، انه ليحقق ذاته. بتتذكري شو حكينا من شوي انه هي بليسنج وكيرس؟ بتحسي لانه يعني الطريق اللي اخترتها طريق صعب، يعني بدها استثمار، بدها انتاج، بدها مثابره، بدها تمارين، يعني مش انه انا عندي موهبه وخلص بتكل على الله، في استثمار من كل النواحي. في استثمار بالسول، بالكيان الانسان، بنفسه كلها. هلا كنت عم اقول لك انه واحد بيعمل عمل بينبسط كثير فيه، بيصير فيه سيلف ساتسفاكشن، بس تاني نهار بيوعى ما في شيء، بده يبلش فروم سكراتش، بيرجع تلميذ. سو ايه بحس بساتسفاكشن مش بنسيها تاني نهار. هون عم تتواضع امين او عن قناعه انه بتحس حالك بعدك مش تلميذ؟ مش قصة تواضع. وصلت لبرودوي، برودوي بيبقى حلم لمغنيين اوبرا صار لهم سنين بهالمجال ويمكن ما بحياتهم رح يوصلوا لهالمسرح. نحن بالدومين تبعنا منه مثل بوب ميوزك، بيورلي بوب ميوزك، يعني بيعمل واحد وان هيت وندر بيعيش من وراها. احنا كل يوم اذا ما تعبنا واذا ما كنت انا بقامه معين بنيفو معين بخسر شغل بيجي حدا غيري بياخده. سو على طول في مثل ما قلت ديسيبلين لضلني على طول احسن، وفي تحدي مع حالي وفي كومبيتيشن ولتجرب اشياء جديده. في كومبيتيشن فيرس بنيويورك، يعني اذا الدقيقه اللي انا مش لك اللي كل هالقد عم زيدها، بس الساعه اللي انا ما عم اتمرن فيها او اللي نايم فيها في حدا غيري عم يتمرن عم يتقدم، فبدك تلحق حالك. صح. هيدا الفيلينج بنيويورك، هذا ضغط مستمر، في ضغط، يعني قلق مستمر منه هين ابدا. يعني لو ما في شغف حقيقي بتصور ما الشخص او الفنان ما بيلتزم بهالطريقه. مزبوط مزبوط. من الاشياء اللي تميزت فيها كمان الفيوجنز اللي بتعملها بالانواع الغنائيه، بدنا نشوف مقطع من عمل قدمته وبنحكي عن شو عم نشوف. Scatte maritati e si inappalati, buono non vi canti, non vi sono. Appalati, appalati, uomini scatte maritati e si inappalati, buono non vi canti, non vi sono. Su, 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 quanti uomini cacci su, cinne quattro scafazzati, li facemo che patati, cinne quattro mascadetti, li facemo che bisetti. We'll be right back.
E si rappalati, buono, non vi canti, non vi sono. E appalati, uomini scatti e maritati. E si rappalati, buono, non vi canti, non vi sono. Su, 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 quanti femmini cazzi su. Su, 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 quanti uomini cazzi su. فيوجن او مزيج بين سيسيليان ايطالي وميدل ايسترن غريب بس حلو كثير حلو كثير ايه ما بنتوقع ابدا نسمع موسيقى شرقيه بالنص لما وقفوا بتعرفي ايه بس انا حسيتها ولقيت انه لازم تكون موجوده يعني انا براسي حسيتها امين صار لك 5 سنين عايش بامريكا وقبلها بالمانيا وبتجي يمكن مرة أو مرتين بالسنة ولكن فترة طويلة 5 سنين بعده بيعني لك لبنان وكمغني أوبرا شو الفرق بين هون والخارج؟ لو ما بيعني لي لبنان ما كنت ضلني أجي على طول لبنان هو نحن هو نحن مجموعة الناس أهلنا أصحابنا يعني وقت واحد يربى بلبنان مش وارد ينسي مش وارد ينسي وفي واحد يكون عم بيقدم فيكون عم يغني بلده برا ما ضروري يكون بلبنان ليساعد بلده شو الفرق بين هون الكاريير و كمغني اوبرا كمغني اوبرا ككاريير كاريير بال يعني بالمعنى طبعا مزبوط اتس نوت اكزيستنت يعني واحد بيعمل مش موجوده ايه بيعمل اعمال بس ما بيقدر يعمل كاريير لانه ما فيها الفرص الموجوده لانه ما في اوبرا هاوس حتى ولو صعب كثير انه تحصل على هالفرصه ولكن موجوده بدول الخارج بالاخص بالمدينه اللي اخترتها اذا بيصير في اوبرا هاوس بلبنان بيصير في كاريير صار في اوبرا باللغه العربيه مدرسه رابعه للاوبرا عنتر وعبلة مع الفنان غسان صليبا كانت رائعة بركي هذه خطوة أولى نحو تسقيف الناس حول الأوبرا عامة وبالأخص الأوبرا العربية هذه بدها حلقة لحالة أمين بس بدي ياك تخبرني القصة أنت عم تتمرن بعرف أنه صوتك بيعلى وقد ما في شغف تنسى حالك أنت وين شو صار بالقصة اللي كانت أو اللي وصلت الشرطة على شقتك أنت منين جبتيها الخبرية نكشت منيح في نهار كان عندي دور عارفينه بإيلومباردي كان بدي غني بواشنطن دي سي وكان بدي غني كمان بماريلاند كنت كتير محمس على الدور دور كتير انتنس كتير هيك فيه دراما بكتابته وبتأليفه صريخ بس صريخ كان يقول فافاروتي هو التانر هو بيصرخ بس بطريقة مدروسة هذا الدور كثير فيه انتنسيتي بمغناه مثل ما قلت بكتابته هذا النهار كنت عم بتمرن كثير عليه وفجأة انا قلت كل مره مش عم الا ما يجي نهار واكلها ولا مره نيبرز طلبوا الشرطه جيران طلبوا لك الشرطه بدق الباب بفتح الباب بيقول لي اتس ذا بوليس انا كنت هون عملت هيك بانيك انه خلص اكلتها فتحنا الباب عم بيقول لي ليك في مره عم بتصرخ اجاني تليفون حدا عم يصرخ بالقلب في مره عم بتصرخ بعمل معروف اذا سمعت شيء بس هذا هو عم يحكيني طول الزلمه شي مترين ونص يعني ورا زلمه ثاني عم يكتب انا رياكسيون تبعي كانت انه لا صراحه ما سمعت ابدا مره عم بتصرخ شو بقدر فيه تكون غير هيك يعني قال لي بس لانه عم بيتشكوا كثير عاتلين هم يكون في مشكل او حدا عم يضرب طلع المشكل شيء. امين هاشم عم بيتدرب قلت لهم ام سوري واعتذرت منه بعد شوي قال لي ليك بس بدي اسالك سؤال قبل ما تسكر في كان سيدي عم سمعته عم تسمع اوبرا شو هو هل شو هي قلت له هيدا انا كنت عم بتمرن بقى هون كانت هون ثاقبت انه بسط هو بالخبريه وسلم علي وشال شابويت وقال لي بس انا كثير محمس مش عارف انه هيدا انت كنت جوا بس ما تعتلهم شفناك خفت هيدا مش انت كنت عم تصرخ هيدي جارتك اخبار طريفه بتصير كمان بحياه مغني الاوبرا نحن انبسطنا كثير بالحديث معك امين وانا كثير انبسطت معنا بعد وقت معنا بعد وقت اوكي معنا كم دقيقه كثير منيح فالي انت اخر الشهر وراجع على نيويورك مباشره وتكمل التحضيرات لعرض برودواي صح صح لا عندي اوبرا كارمن باكتوبر نوفمبر سبتمبر مثل ما حكينا عندي التكريم وعندي كذا شو كمان بسبتمبر واول السنه عندي مدام باترفلاي
كمان بنيويورك؟ إيه لما إيه بنيويورك وبواشنطن دي سي. أمين، أنت عملت الأصعب يمكن بحياة مغني الأوبرا، اللي هو إنه توقف على مسارح مهمة مثل برودواي وكارنيجي هول واليونايتد نيشنز. طموحك لوين بتوصلك يعني هلأ بهالمرحلة اللي أنت وصلت لها، لوين حابب توصل بعدين؟ بوصل لقد ما تعبي بوديني، غير هيك ما بقدر أقول لك أكثر من هيك صراحة. يعني عم بعمل قد ما فيي، وشو بيجي ريزلت من 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 الشغل تبعي بكون انا كثير مبسوط. لبنان وين بهالطموح او بهالاحلام؟ لبنان بقلبي على طول موجود. لانه كثير من الفنانين لما بيحققوا نجاح بالخارج او بيشقوا طريق لهم مش بينسوا لبنان، بس بيعرفوا انه هم مستقبلي، فبيقرروا يكملوا حياتهم بهالمكان. انت بهالاتجاه هلا، أو إذا تقدم لك مشروع هون بلبنان معقول تفكر ترجع؟ أرجع لعيش. هلأ كارياتي عم ببنيها برا، برجع أكيد بعمل. يعني إذا أنت طلب مني عمل هون أكيد I would love to. لعيش هلأ بصير بدي غير كل حساباتي. يعني عم بتلاحظ شغلي أمين، كل ما ترجع على لبنان خلال زياراتك بتلاقي عم بيكتروا عدد مغنيي الأوبرا اللي عم نشوفهم، صار في مثل موجة. قبل كنا نشوفهم على مسارح مهمة، اليوم صارت موضة أن نشوفهم بالمطاعم وبالسهرات وبالأعراس وبالنوادي الليلية. شو رأيك بهالموضة، وهل بالفعل مين ما كان فيه يسمي حاله مغني أوبرا؟ أول شيء إنه هيدي عم نسميها موضة، هيدي أحلى موضة، شو بدنا أحلى من هيك؟ يعني الناس عن جد اللي عم تستزوق هالجانرا من الموسيقى اللي هي كب كتير فكر عليها لخلقت، إذا الناس عم تبلش تستزوق هالأمر روعة. I'm so happy. يعني إذا هالشي بيساعد انتشار الموسيقى أو غناء الأوبرا أنت مش ضد؟ ابدا. ولكن هل بالفعل هي مواهب اوبراليه؟ يعني هل مين ما كان اليوم في يطلع يغني اغنيه اوبرا معروفه ويسمي حاله مغني اوبرا؟ لا، بطبيعه الحال هي الاوبرا، المغني الاوبرا هو مغني مسرحي. يعني اذا واحد كونسير عمله مش معناتها مغني اوبرا، في غني ارياز من اوبرا بقلب كونسير قد ما بده، بس مغني الاوبرا هو يغني الدور الاوبرالي، اللي هي الاوبرا كانت السينما بالقرون يعني قبل 20th century. 20th century أخذت محل الأوبرا كعالم يروحوا على المسرح يحضروا، صاروا أكترية العالم يروحوا يحضروا سينة، لأنه صارت هي التوتال آرت، شاملة موسيقى وفيجوال وفكر وستوري لاين. الأوبرا كانت هي هل فورم أوف آرت. جواباً بعد على سؤالك أنه مين ما كان، إذا واحد اتمرن مظبوط واشتغل وتعب حاله وأخذ أدوار أكيد هذا مغني أوبرا. أمين هاشم، انبسطنا كثير بالحديث معك. انت وعم تلوح ايديك هيك ذكرت شغله، انت لما بتوقف على المسرح خبروني الشباب وبيسلموا عليك كثير، ناقص كان بس البلاك بيري الابيض. تحيه من الشباب لك، اهلا وسهلا فيك، بنتمنى لك عوده امنه على نيويورك وما تغيب علينا فتره طويله. تشرفنا. ميرسي بوكو رولا. ثانك يو. وقفه قصيره مش ما في وقفه، خلصت حلقتنا، طال الحديث كثير معك امين. هيدي كانت حلقتنا لليوم من ام تي في الايف، بتمنى لكم بقيه ويكند ممتع، الى اللقاء، باي باي. I can feel my